الشابتر اللي هتكلم عليه النهارده شابتر بيتكلم عن analyzing financial statement. ال statements اللي هي ال financial statements عاملين زي ال balance sheet, زي ال income statement, زي ال cash flow statement. لما يجي اي حد يفتح اي business, ال feasibility study اللي هي دراسة الجدوى عشان تكون ناجحة لازم تمر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى اللي هي بيسموها economy wide factors, المرحلة الثانية اللي هي الاندستري فاكتورز, المرحلة الثالثة اللي هي individual company factors. الاكونومي وايد فاكتورز دي اللي بيسموها ماكرو ليفل, الاندستري فاكتور بيسموها ماكرو مايكرو ليفل, اما الانديفيدوال كومباني فاكتورز دي اللي اسمها مايكرو ليفل. اول مرحلة اللي احنا قلنا عليها اكونومي وايد فاكتورز اللي بيسموها ماكرو ليفل, دي عبارة عن ايه؟ ان انا بدرس البلد اللي انا داخل اعمل فيها انفستمنت, ادرس البلد دي ازاي. يعني مثلا هدي مثال, ادرس البلد دي هل فيها ثورات كل شويه بتحصل, هل البلد ده مستقر, اهم حاجه فيها الوضع السياسي اللي فيها يسمح باستثمار ولا لا, هل هي السياسات الماليه والاقتصاديه فيها بتتغير على طول ولا ثابته, زي مثلا اسعار الفايده اللي فيها تختلف على طول. يعني ما يبقاش انا النهارده بعمل انفستمنت وباخد قرض من بنك مثلا او بعمل اي حاجه ولا سعر الفايده كذا, عايز انا عامل حساب ان انا اخد قرض بعد شويه تاني علشان اكمل الشغل في الخطه بتاعتي, الاقي ان ما عدتش سنه مثلا وبقى سعر الفايده ازيد,